ناقش مجلس بلدي الجنوبية في جلسته الاعتيادية مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إيجار العقارات الخاص بالتمييز بين سكن العمال وسكن العزاب لإضفاء المزيد من الخصوصية للأسر من خلال حماية البيئة السكنية بتوفير الأمن والطمأنينة للحفاظ على الأمن والنسيج الاجتماعي، لافتين إلى أن سكن العمال يضم العمالة البسيطة التي تعمل في مختلف المشاريع الخدمية. من هذا المنطلق طالب المجلس بتحديد أماكن خاصة لسكنهم بعيدة عن الأحياء السكنية، على أن يكون مسمى سكن العزاب خاصا بذوي المناصب الوظيفية العليا من غير المتزوجين، وهؤلاء من حقهم السكن في المناطق السكنية العائلية. فيما توافق الأعضاء على عدة مقترحات خاصة بإعادة افتتاح الطريق المؤدي إلى إسكان الحنينية من شارع حمد، واعتماد وكالات السيارات لإجراء الفحص الفني السنوي للمركبات إلى جانب فحص الإدارة العامة للمرور، وبالإضافة إلى تغيير تصنيفات بعض العقارات في عدة مناطق في المحافظة.